طبعا عايز اكل رزق بس مش لاقي حاجه تجيبه. انا اقول حاجه من الامثال اللي كنت بقولها في بسيطه. جابوا حزينه وقالوا هتفرح، علقوا دينا داير ميلون، ذبحوا ذبايح نصبوا المسرح، حتى المطرب كان مشهور. وسط الفرحه وقامت عركه، قتلوا عريسها وطفوا النور، قتلوا الفرحة في قلب حزينة، خلوا جناحها صباح مكسور. الأمثال بتلف معانا، قاعدة بتلف معانا بالدور مع الشاعر الجميل رزق محمد. سمعتوا حاجة شوية؟ المملكة فرعون صغير، داخل بيوت المملكة فرعون صغير، عمال بيكبر حبة حبة بدون حرس، عمال بينهش في الجنود من غير ضمير، والكل يجي لحد عنده من فرس، والكل كمان ما يكون عليه ولو غفير، يخاف على شؤون البلاد من الفرس، ولا حد حاسس وقتها من ناحيته بأي خوف، ولا حد كان متوقعه يملك الوف، ولا شيء يقول انه في يوم هيكون عليكم الامير. عاش الامير في الصولان، والخطب اصبح بين ايديه، يحكم ويؤمر عن جعان وحكمه نافذ يوم عليه. من غير شهود او محكمه، سيفه بيقطع في الرئاب من غير حساب، والكل شايف مشنقه متعلقه في كل الرئاب، وصف الجنود مترصصه على كل باب، مستنصرين ياخدوا الاشاره في حكم اصدر بالغياب. فرعون حكمه على الغلابه المطحونين، المضطرين الشقيانين المسحولين، من غير ما يرحم في العذاب، والنور خلاص اصبح ضباب، والفول بياكل في الغنم من غير خشه او خوف من العقاب، عمال يغازل في الحريم وشكله يشبه للغراب، واحنا بندعي ربنا ارحمنا من هذا العذاب، ارحمنا من هذا العذاب. شكرا لكم جميعا.